افتتح في محافظة مطروح أعمال تطوير المرحلة الثالثة لعمارات حي الزهور بمدينة مرسى مطروح في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح محافظ مطروح أن أعمال التطوير قد شملت 13 عمارة سكنية ضمن الانتهاء من إجمالي تطوير 35 عمارة بها نحو 700 وحدة سكنية والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة شملت البنية التحتية للعمارات من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى رصف الشوارع وتنسيق الموقع العام من أعمال التشجير وأماكن انتظار السيارات وغيرها. النهارده افتتحنا المرحله الثالثه من عمارات الكيلومتر 4، وهي المرحله الاخيره بجمالي 13 عماره لهذه المرحله. كده بالنهايه هذه المرحله يبقى كده تم تطوير ورفع كفاءه عدد 35 عماره سكنيه باجمالي 700 وحده سكنيه. تم رفع كفاءتها بالكامل، تطوير كامل متكامل من بنية تحتية، مياه، شرب، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، من رفع داخليا من رفع كفاءة الحوائط والدهانات والسيراميك، رفع كفاءة الأسقف اللي كانت متهالكة تماما وتغيير بعض الأسقف تماما. كل ده بيجي من إطار وتحت مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير حياة كريمة للمواطن.